اهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعوا حلقه النهارده. طبعا تابعنا ماتش الاتحاد امبارح، النتيجه ما كانتش مرضيه لمعظم الجماهير او لكل جماهير النادي الاهلي اللي كانت منتظره لحظه تتويج بعد صفاره حكم ماتش الاتحاد، لكن الحقيقه يمكن التتويج امر محسوم ان شاء الله باذن الله، واللي ما حصلش امبارح يحصل بكره، وان شاء الله باذن الله الفرص جايه قدامنا كتير، لكن الاهم بالنسبه لنا واللي ما كانش يعني بجد مرضي جدا هو طبعا مستوى الاداء. طبعا الاتحاد زي ما قلنا امبارح قبل الماتش فريق محترم مقدم سيزن اكتر من رائع، لكن الحقيقه ماتش امبارح وبعيدا عن الكوره وبعيدا عن مشوار حسم البطوله من عدمه محتاج وقفه، محتاج وقفه ومحتاج كلام كتير جدا، وده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهارده بالتفصيل. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير يا سارة.